السلام عليكم أصدقائي زوار ومتابعي قناة اللحية السوداء. في هذا الفيديو الذي سأريكم فيه إن شاء الله تعالى طريقة إزالة حماية FRP من تابلت نوع سامسونج A6 رقم الموديل SMT585. هذه الطريقة تعمل على الحماية E4 أو أقل. وبدون إطالة أصدقائي إليكم الطريقة. هذه الطريقة سهلة جدا، حيث أن مستعملي برنامج Z3X لإزالة الـ FRP تحتاج إلى عمل روت للجهاز، ولكن هذه الطريقة سوف تقوم بكامل العملية. ما عليكم سوى تحميل هذا الملف الذي سأضعه في وصف الفيديو، سوف أضع لكم الرابط في الوصف. بعد انتهاء التحميل قم بفك ضغط هذا الملف، وبعد ذلك نضع الجهاز على وضع الداونلود، ثم نقوم بتفليش ملف الكومبينيشن كخطوة أولى. يمكنكم استخدام برنامج أودين لمن لا يملك بوكس Z3X. تمت العملية الأولى بنجاح. نطفئ الجهاز مرة أخرى ونضعه على وضع الداونلود، ونقوم بتفريش الملف الثاني. سيدخل الجهاز تلقائيا الى وضع الريكفري. سوف نختار اعادة التشغيل من القائمة وننتظر اعادة تشغيل الجهاز.
كما ترون فقد تمت إزالة FRP من الجهاز، وأنصح بعمل فورمات من القائمة قبل الشراء في استخدام الجهاز. ولا تنسوا أصدقائي مشاركة الفيديو لتعم الفائدة والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد، وكذلك ضغط اللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا على المشاهدة.